للمزيد حول صراع الميليشيات على السلطة ومحاولات عناصرها اقتحام المنطقة الخضراء والاشتباك مع القوات الحكومية، ينضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي. أهلا بك سيد مظفر. بداية، كيف تقرأ محاولة الميليشيات الرافضة لنتائج الانتخابات اقتحام المنطقة الخضراء ومهاجمتها القوات الحكومية؟ مساء الخير على حضرتك وعلى المشاهدين الكرام. اهلا بك. بصراحه انا راح يعني اليوم اغرد خارج السرب الاخوان الاعلاميين والصحفيين الاخرين. انا اشوفها بالنسبه للراي العام الاغلبيه اللي قاطعت مسرحيه الانتخابات اليوم ما همها ما يجري، لانه هو بالاصل الراي العام او الشعب اغلبيته رضت هذه المسرحيه من بدايتها، مسرحيه الانتخابات. وهذا جزء من المسرحيه ما اهتم. وبعدين هذا اليوم ما حصل هو مجرد فصل من التقاتل والانقضاض على كعكة السلطة والمناصب والعقود وملايين الدولارات بيناتهم. نعم. طيب، كيف ترى تعامل القوات الحكومية مع عناصر الميليشيات الذين أحدثوا فوضى وزعزعوا الأمن مقارنة بتعاملها مع متظاهري ثورة تشرين في الساحات وليس عند المنطقة الخضراء؟ والله يا سيدي، هم يعني أيام انتفاضة تشرين ومنذ اليوم الأول استهدفوا النشطاء السلميين التشرينيين من منطقة الرأس والوجه، ومن اليوم الأول سقطوا شهداء وسقطوا جرحى وسقطوا وصاروا معوقين، قتلوهم بدم بارد. وصاحب هذا أيامها صاحبه تحريض إعلامي كبير من نفس الوجوه الشائهة اللي اليوم تتباكى على الديمقراطية وعلى الانتخابات وعلى التعامل القوات الأمنية مع جماعتهم. هناك فرق كبير بين إطلاق النار على الرأس موجه وبين قنابل مسيلة للدموع وإطلاق نار بالهواء. بس الدعايه الاعلاميه الان تعمل من عندها بروباغندا على 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 قمع لم يحصل وموت لم يحدث. نعم، هذا التصعيد من قبل الميليشيات الرافضه لنتائج الانتخابات جاء بعد دعوه من قادتها للمشاركه بما سموه جمعه الفرصه الاخيره. من المسؤول في هذه الحاله عن الفوضى الامنيه التي احدثتها الميليشيات؟ المسؤول الاول هو تراخي الحكومه، تراخي الحكومه مع التصرفات العدوانيه للميليشيات، وسكوت الحكومه والدوله. اصلا هم كانوا متعاونين اثنيناتهم، الدوله وهذه الميليشيات، على قمع التشرينيين. تعاملوا وطلقوا الباب وطلقوا يد الميليشيات بالتعامل مع الناس وقمعهم. نعم. بعدين الميليشيات اليوم اللي تهدد باقتحام المنطقه الخضراء، ليش هم مو قادتهم كانوا يدعون التشرينيين الى السلميه سلميه؟ نعم. ويقولون السلميه ما هو هذا حلهم الوحيد؟ نعم. سيد مظفر، كيف تقرأ تسمية التظاهرات بالفرصة الأخيرة؟ هل ستتحرك الميليشيات باعتقادك نحو عنف أكثر، ما يدخل العراق مثلا في دوامة عنف لا تنتهي، لا سيما وفي يد كل الأطراف السلاح؟ بصراحة قراءتي متواضعة يعني لما يحدث اليوم، أقول هو ليس هناك صدام أو اقتتال بينهم. هم متعاونين ومتفاهمين، وهم متحدين اثنيناتهم ضد الشعب وضد الشعب الأعزل وضد الناس العزل. راح تتم التسويه بيناتهم، والطرفين جربوا هذه التصريحات الاعلاميه، واثنيناتهم اطلقوا التصريحات الدونكيشوتيه. نعم. وكانت بالنهايه لمصلحه من هدد رئيس الوزراء وزير دفاعه بالسحل وقطع الاذانات. نعم. بلعوا الرئيس ورئيس الحكومه ووزير دفاعه، بلعوا الاهانه وسكتوا عن تمادي هذه الميليشيات، واليوم هو نتيجه لما حدث بالايام السابقه والاحداث السابقه. نعم. للسؤال الأخير سيد مظفر، يعني زعيم ميليشيا سيد الشهداء أبو ألاء الولائي تعهد بإسقاط الحكومة واقتلاعها بعد أحداث اليوم، هل تتوقع أن يصدر رد رسمي من الحكومة على دعوات التحريض هذه مثلا؟ ما أعتقد، يعني ما أعتقد. الحكومة ليست بوارد الرد. الحكومة راح تتشكل لجنة تحقيق، ولجنة التحقيق الشعب يعرف وين تذهب لجان التحقيقية ولجان المشكلة. كان الأولى بي الكاظمي أنه ينصف الشهداء التشرينيين ويفضح قتلتهم ومن وجههم حتى يضمن وقوف الشعب معه. هسه راح تشوف أنه راح يصير مؤتمر قمة أو يجي رئيس دولة أو مهرجان غنائي ويرهنون على الشعب أنه ينسى ما حدث اليوم. الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي، شكرا جزيلا لك.